السلام عليكم كل متابعين قناة الاعزاء، رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناة شوارع ومعلم اسكندرية. جولتنا اليوم عن ايه؟ جولتنا اليوم عن اشهر مطاعم اسكندرية الشعبية، خصوصا في منطقة الازاريطة، مطعم العم زغلول فول وفلافل، مطعم هدى جندل الاسماك، موجودين في منطقة الازاريطة. ولكن في البداية لو حضرتك اول مرة تابعني اشترك في القناة بعد اذنك فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. كم السيرفيس ده بقى؟ اسعاره الاصناف مع عم زغلول. على حسب، في فرد وفي فردين وفي ثلاثة. على حسب الأيام. لو فرد واحد، فرد بيبدأ من 25. وآخر حاجة عندك إيه؟ على حسب بقى، صيف في أصناف كتيرة جدا، يعني مثلا في 80، في 110 ثلاث أفراد. تمام. يبقى في مشروبات معاه، فلافل الجبنة. لكن مفيش قائمة أسعار عندك؟ نعم. قائمة أسعار عندك مفيش؟ لا موجودة. موجودة. فأنا عندي أصلا سيرفيس كتيرة، أحكام كتيرة. ربنا يديك الصحة. المكونات اللي بتختلف معانا. انت ممكن تكون مثلا عايز شيدر، عايز بهارات، عايز بنيان، عايز ساعة، بقى اسم الوحش ايه بقى؟ مش حضرتك ايه؟ هو اختلاف المكونات نفسها. تمام؟ هو يعني كانت الرسالة كده بقول لك. تمام؟ يعني هو مشروب معايا. يعني هو مشروب معايا. جبنة مالية. عم زغلول. ماشي. انت احلى من كل حاجه، خلي بالك. صاله شتويه. اوكي. انا عمر طبعا. عارفه حبيبي، اخبارك ايه؟ اعرفه من 30 سنه وانا ابو عمر. خدت الاوردر خلاص ايه؟ لا انا لا طبعا مش هبص. ركز بقى، هنا الصالات دي انا ما بطلتش على الفيديو اي اضافات. ياكل بس، بياكل وبيشرب بس، ما بيدفعش ثمن اي حاجه ثانيه. اكل بس، اكل فقط لا غير. الصالات دي معموله مجانا للجميع، يعني ممكن واحد ياكله خمسه ما ياكلوش. وعلى راسي والله العظيم ثلاثه. تمام. خش بقى اتفرج بقى على الكتاب بتاعك كده. القاهره طبعا بص دلوقتي عين شمس هنا. عيش بقى.
اتمنى ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. لسه ما اشتركتوش عندي في القناة بعد اذنكم اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس. معاهم؟ كم الجندوفلي بقى؟ كم الجندوفلي؟ ب 60 في برموت الوجبه ب 60؟ النص ب 60 حضرتك ايه عشان الروح؟ انا اسمي عادل، شوارع معلم اسكندريه. اتشرفت بحضرتك. ابو سيف. ابو سيف. انجوي باشا، انجوي. فين بقى مكان مطعم حوده جندل والعم زغلول في الازاريطه؟ احنا كده موجودين في الازاريطه، شارع محمد مطاوع، خلفنا البحر، خلفنا الترماي، شارع اسكندر الاكبر، امامنا شارع السلطان حسين ومستشفى السلامه، مدافن اليهود. الاما اللي جايه يمين حوده جندل، مطعم حوده جندل اسماك. الاما اللي بعدها يمين مطعم العم زغلول. اتمنى نكون اسعدناكم. لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا عندي في القناه، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بالنسبه لاسكندريه. الاهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى.